معنا عبر الهاتف من الكويت عضو الوفد الوطني الأستاذ حميد عاصم. أستاذ حميد، مساء الخير. مساء النور. هل لكم أن تطلعونا على آخر مستجدات جلسات مشاورات السلام ليومنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الطاهرين. أولا، الحركة السياسي موجود بشكل كبير جدا في لقاءات مع السياسيين، مع الدبلوماسيين الغربيين. اليوم كان معنا لقاء مع السياسي مع السفير الألماني، وبعد ذلك كان في لقاء مع الوالد الشيخ، والآن في لقاء مع الزياني من عمل التعاون الخليجي. كلها تدور حول المشاورات، لأن المشاورات مع وفد الرياض لحد الآن لم تتم وجها لوجه منذ أن عادوا من قطر إلا مدة نصف ساعة الكثير. ولا من قضايا اليوم كان أيضا فيه مشاورة حوله في إلقاء لجنة الأثار والمعتقلين، لكن الطرف الآخر تبرم بعد أن تم الاتفاق على كثير من القضايا وعلى تسليم الكشوفات، وسلمت كشوفات 500 أسير من كل طرف إلى الطرف الثاني. لكن وتم الاتفاق على أن يأتي بكل بالتأكيد على ما لديه من هذه الأسماء. اليوم تبرموا، وأتى أيضا وفد جديد غير الوفد الآخر، أضيف إلى محمد ناجي علاء وعبد الرشيد عبد الوهاب في لجنة الأسر المعتقلين، وأتوا يريدوا أن يناقشوا القضية من بداية الصفر في هذا المجال. فلذلك نعم. إلى الآن لا يوجد هناك شيئا نستطيع أن نقول أننا أنجزناه، ولكن نعم. الأمور مبشرة، والمستقبل إن شاء الله خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستكون حاسمة في هذا المجال. أستاذ أن حميد، السلام هو ديدن الجميع، نعم اليوم خاصة نحن وفد الوفد الوطني. نعم، لم نأتي هنا للتفرطة والتفرجة، ولكن أتينا من أجل البحث عن السلام. أما هم إذا كان لديهم 8 وزراء أو معينين كوزراء من الفرع عبد الرب منصور هذه، لا يريدون أن يتخلوا عن المسؤولية عن مناصبهم، بل قد يورثوها لأبنائهم. لذلك نجدهم دائما لا يسعون إلى أي حلول، بل يسعون إلى العرقلة باستمرار. على ذكر وزراء الفار هادي، ظهر عبد الملك المخلافي وزير خارجية الفار هادي ليعلن ضمنيا مباركته للتصعيد العسكري من قبل العدوان والمرتزقة، ويكيل التهم للوفد الوطني بعرقلتها لمشاورات الكويت. ما تعليقكم على تلك التصريحات؟ سيدخلون صنعاء شينا أبينا، وأن القوة ستتحرك وأن سنستسلم. هذا نقطة. الجانب الآخر، عبد المخلافي قال أنه ما بقي الآن إلا أنه نسوي الخلافة على أساس أنه فقط نسلم ما نسلم، وهذا كله هو يعرف نفسه بأنه لا يوجد لديه موضع قدم داخل اليمن. لا يستطيع أن يرجع الآن إلى منطقة المخلافي تعز، ولا يستطيع أن يرجع إلى عدن، ولا يستطيع أن يرجع إلى حرمت، ولا يستطيع أن يرجع إلى أي مكان، ما بالك بصنعاء ولا دمر ولا أب ولا المحويش ولا سعدة ولا حجة. في هذا الجانب هم يعيشون على أوهام، ويعيشون من أجل الاسترزاق ومن أجل أيضا الحصول على مبالغ. الآن يشنوا حملة بأنه قد تم التوافق على لجنة عسكرية وأنه سير أسر الحليلي. الحليلي شخص من أبناء اليمن، من أبناء اليمن، أفتخر أن يكون لدينا أي شخص يرأس ويتوافق عليه، لكن المشكلة أنه لم يتم الآن. نحن نقول بأنه لابد من سلطة توافقية رئاسية، حكومة، أيضا لجنة عسكرية، تقوم هذه اللجنة العسكرية بإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة والانسحاب اللازم في هذا المجال، لكن لم نسمي ولم نطرح حتى اسم واحد إلى الآن. نعم، بلغنا من مصادر مطلعة إصرار الوفد الوطني على إزاحة هادي ومحسن وكل من شارك في نزيف الدم اليمني وتدمير البلاد من المشهد السياسي المستقبلي. في هذا الخصوص، هل هناك اتفاقات أو تفاهمات مع الوفد الوطني على ذكركم للسلطة التوافقية؟ هو موضوع محسوم، هو فعلا فقط أو لإزاحة بحاح ولإكساء بحاح من منصب. هذا الجانب. أما الجانب الآخر، الرجل لا يحظى بأي احترام لدى الغالبية الشعبية العظمى حتى في دول العالم، حتى على الأقل الخليجيين يعرفوا بأنه شخص لم يحظى بالتوافق وليس له صفة شرعية في هذا المجال. القرار قرار صادر من قيادة غير شرعية. بالنسبة لهذه، في قرار مجلس الأمن الدولي لسنة 2016 نحن نناقش من أجل أن نخرج بحلول حول هذا الموضوع. أما إذا كان الاستسلام، كنا لم نأتي إلى الكويت، كنا نسلم في صنعاء في هذا المجال. نعم، الأستاذ حميد عاصم عضو الوفد الوطني من الكويت، شكرا جزيلا لك.